نروح نشوف مع بعض الهدف الوحيد هدف فوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري هدف من الاهداف الحلوه جدا صناعه محمد عبد الله الهجمه هنا ابتدت عن طريق محمد عبدالله رقم 18 اللي قلت حضراتكم افتكروا الاسم ده معانا واحد من اللعيبه الموهوبه اللعيبه المميزه هنا سيطره كاملة من النادي تسديده قدر يستحوذ على محمد عبد الله حطها هنا حطت جاتوه أسست اكثر من رائع من محمد عبد الله رؤيه رائعه حطها بوش رجله لهشام مصطفي قدر يحطها ببطن رجله ليفوز النادي الاهلي بهدف نظيف علي الاتحاد السكندري في ملاعب الناشئين بمدينة نصر